أعزائي طلبة بريب 3 شهادة الإعدادية، هنكمل مع بعض جيومتري في السكند تيرم. هناخد ليسون 3 بعنوان Identifying Circle، تعيين الدائرة. الدائرة احنا ممكن نرسمها بمعلومات سنتر، نقف بالبرجر عند السنتر بتاع الدائرة، مركز الدائرة، ونرسم radius نصف قطر الدايرة، ونقدر بالبرجر نرسم الدايرة. يبقى عندنا حاجتين، السنتر بتاع الدايرة والريديوس بتاع الدايرة، هنفتحه بالبرجر كومباس بالبرجر ونرسم الدايرة. في الدرس ده هناخد رسم الدايرة تمر بنقطة وتمر بخط مستقيم يعني نقطتين، وتمر بتلات نقط. اول حاجة هناخدها first drawing circle passing through given point، رسم دايرة يمر بنقطة. وليكن النقطة ايه؟ عايزين نرسم دايرة تمر بيها، circle pass through point A. من على اي بعد كده، ونقف عند نقطة M، وبالكومباس هنفتح بالبرجر الكومباس يعني البرجر، ونرسم الدايرة اللي تمر بايه. طيب عن نقطة تانية وليكن ام واحد، هنفتح بالبرجر ونرسم دايرة البرجر يعني الكومباس. نقطة تانية صغمناها شوية ونرسم، نفتح البرجر فتحة صغيرة شوية ونرسم الدايرة ام اتنين. طب نبعد شوية ونفتح بالكومباس، open the compass and draw circle pass through point A. يبقى عندك عدد لا نهائي infinite number of circle pass through point A. استكمالا للسيركل اللي pass through points، هنفرض ان احنا هنرسم، عايزين نرسم circles congruent يعني متساوية الريديوس، يعني السيركل تبقى كونجرنت لما تبقى الريديوس بتاعها متساوي. طيب برضو بتمر بالنقط A بالبوينت A، بس تكون جميع السيركل ايكوال. النقطة A هي هترسم أي دايرة، بتفتح بالكومباس أي فتحة وليكن الخضرة دي، وترسم السيركل دي الكومباس. تمام، اي نقطة من على الكومبا من على الدايرة على السيركل وليكن اي واحد، وبنفس الفتحة تعمل سيركل. تمام، السيركل هيتقطع مع الدايرة الخضراء في نقطة منها، تقف وتعمل سيركل تاني، هيتقاطع مع الدايرة الخضراء في نقطة، هي في نقطتين في الحقيقة، بس هتختار أي نقطة وتعمل دايرة، هيتقاطع في النقطة، تقف عند النقطة دي وتعمل دايرة. كل الدوائر دي اللي بتمر بالبوينت A كونجرنت، يعني الراديوس بتاعها متساوي. احنا قلنا في الدرس ده هنرسم سيركل باس ثرو بوينتس، خدناها. تاني حاجة ناخدها second drawing a circle pass through two given points. two given points يعني عندك straight line وهترسم داي circle بتمر بالstraight line ده، two points يعني straight line. طيب وليكن اللي عندك AB، هتعمل ايه في AB؟ هتبايسكت AB وتقيم عليه بريمين ديكرا خط عمود. ال خط العمودي دوا الستيت لاين بريمين ديكول تو اي بي فروم ميدل اوف اي بي، ده يسمى ايه؟ يسمى اكسس اوف سيمتري. من طالما انت رسمت اكسس اوف سيمتري، من اي نقطه على اكسس اوف سيمتري ده بالكومباس تفتح وتوصل ايه وتعمل سيركل.
وليكن الزرقاء دي، يبقى انت كده عملت سيركل بيمر بالتو بوينتس A و B. لو طلعت فوق شوية وعملت سيركل هيمر، وفتحته بالكومباس فتحة تساوي ال A فوق النقطة اللي انت طلعت عندها دي مركز الدايرة، وليكن هي اللي عليها السهم دي، هتعمل دايرة كمان وتمر بال A و B. نزلت تحت شوية والكومباس فتحت البرجر ورسمت دايرة، هترسم دايرة هتمر بال A B. معنى كده ايه؟ ان اللاين L اللي هو الاكسس اوف سيمتري من هو ده اللي بيقع عليه مركز الدايرة اللي بتمر بالتو بوينتس. تمام؟ يعني انت ممكن ترسم عدد لا نهائي من السيركل اللي بيمر بالتو بوينتس A و B. There is infinite number of circles that can be drawn to pass through two points اللي هو AB اللي هو الستريت لاين AB and their center on axis of symmetry اللي هو L ده اللي هو perpendicular on AB و bisect ال AB. بتعمل bisect ال AB وبتعمل عليه perpendicular، يبقى ده الاكسس اوف سيمتري. هناخد اكزامبل على السيركل اللي بتمر بتو بوينتس يعني ستريت لاين. عندك اي بي 3 سنتيمتر، اي بي ده طوله 3 سنتيمتر. درو سيركل باسنج ثرو اي وبي، تكتب دايره تمر باي وبي، واللينس بتاع الليدز بتاعتها 2 سنتيمتر. اي بي 3 سنتي هتنصفه يبقى على بعد 1.5، وتقيم خط اللي بنديكو عليه ده، يبقى ده الاكسس اوف سيمتري. من اي او بي، من بي بالبرجر تقف وتعمل دايره نصف قطرها 2 سنتيمتر، هتقطع لاين اوف سيمتري في نقطتين M و N. M و N من M تعمل دايرة الحمراء دي هتمر بـ AB وطولها 2 سنتيمتر، أو من N ترسم الدايرة الزرقاء دي وتبقى ده ترسم دايرة 2 سنتيمتر. لو لاحظت إن AB 3 سنتي نص و 1.5، الدايرة اللي أنت عايز ترسمها 2 سنتي يعني أكبر من نص الـ AB، فقطعت معاه في نقطتين، من النقطتين دول رسمنا الدايره الحمراء والدايره الزرقاء اللي طولها 2 اللي الريديوس بتاعها 2 سنتيمتر. ناخد بعض الريماركس على الاكزامبل اللي فات ده. لو الريديوس بتاع الدايره بتاعتك اكبر من هاف الاي بي، زي اللي احنا المثال اللي احنا خدناه كان 2 سنتيمتر والاي بي 3 سنتيمتر يعني نص 1.5، يبقى 2 اكبر من 1.5، تقدر ترسم دايرتين. طيب لو كان بتساوي، لو كان بقى الريديوس 1.5 تقدر ترسم دايره واحده بيمر بالخط المستقيم ده. طب لو كان اقل، لا مش هيقطعوا، يبقى استحاله ترسم الدايره لان مش هيقطع اللاين اوف سيمتري في اي نقطه لو كان اقل. هل عندنا في المثال اللي فات كان 2 سنتيمتر اكبر من الريديوس، اكبر من نص الاي بي اللي هو 1.5، 2 اكبر من 1.5، فكنت ممكن ترسم دايرتين 2 سيركلز باسنج ثرو الستريت لاين اي بي. تالت حاجه هناخدها السيرك، drawing a circle passing through 3 given points يمر بتلات نقط. اول حالة خدناها يمر بنقطة، تاني حاجة خدناها يمر بنقطتين لو خط مستقيم، دي التالتة بقى اللي هيمر بتلات نقط. هي ليها حالتين، لو كولينير يعني تلات نقط على استقامة واحدة مش هتنفع ترسم دايرة يمر بتلات نقط على استقامة واحدة،
زي النقط A و B و C دي، ده كولينير يعني على استقامة واحدة. من A B هنعمل هنصفه ونعمل بنديكو عليه ده line of symmetry. من C B هنعمل هنصفه ونعمل بنديكو عليه اللي هو line of symmetry. يبقى L1 line of symmetry of A B، L2 line of symmetry of C B. هنيجي نرسم دايرة هتمر هنا بالC B، نيجي نرسم دايرة هتمر من هنا بالA B. يبقى استحيلة هترسم دايرة تمر بالتلات نقط، بالإضافة إن L1 parallel to L2 straight line، line of symmetry الأولاني parallel line of symmetry التاني، يعني ما بيتقطعوش. يعني استحيلة إنك ترسم دايرة يمر بتلات نقط كولينير على استقامة واحدة. It is impossible to draw a circle passing through three collinear points. تاني حاجة في الحالة التالتة، لو التلات نقط اللي انت عايز ترسم عليهم circle دايرة A و B و C not collinear، زي A و B و C دول not collinear يعني مش على خط واحد. من A B هتنصفه وتقيم عليه عمودي يبقى ده line of symmetry. من ال CB هتنصفه وتقيم عليه عمودي وده بقى L2 ده line of symmetry التاني، هيتقطعوا في نقطة اللي هي M. line of symmetry الأولاني الأحمر ده هيتقطع مع line of symmetry التاني في M. من M هتركز وترسم دايرة هتمر بالتلات نقط دي في حالة انت ان هما not collinear، تقدر ترسم دايرة تمر بالتلات نقط. هناخد example على رسم circle بيمر ب 3 points not collinear. عندنا BC equal 4 cm، ادي BC ده 4 cm، AB 3 cm، AC 3 cm، وهنرسم دايرة تمر بالتلات نقاط. اول حاجة هنعملها نرسم ال BC اللي هو 4 cm، طب عايزين نرسم ال AB وال AC. من نقطة B هتعمل arc تقف بالكومباس وتعمل ارك طوله 3 سنتيمتر. من نقطة C هتعمل ارك طوله 3 سنتيمتر. التو ارس هيتقطعوا في نقطة هي دي النقطة A، يبقى عندك AB 3 سنتيمتر، AC 3 سنتيمتر، BC 4 سنتيمتر. أول حاجة هتسمها BC اللي هو 4 سنتيمتر. النقطة B تفتح بالبرجر فتحة طولها 3 سنتيمتر تعمل ارك. من نقطة C تفتح بالبرجر بالكومباس فتحة بمقدار 3 سنتيمتر ويتقطعوا التو اركس قوسين دول في النقطة A، يبقى عندك AB 3 سنتيمتر، AC 3 سنتيمتر، BC 4 سنتيمتر. تجي تنصف ال BC وتقيب عمودي باللاين بريبنديكولار الاخضر ده من منتصف البي سي، من الميدل بوينت اوف بي سي، ده بالاكس اوف سيمتري بتاعك. من نص الاي سي هتنصفه يعني بايسكت ايت وتقيم عمود اللي هو الاخضر ده على الاي سي. من الاي بي هتنصفه وتقيم عمود اللي هو الاحمر دوه. الثلاثه هتقطعوا في نقطه هي دي النقطه مركز الدايره اللي هتمر بالثلاث نقاط. تفتح بالبرجر من النقطة M اللي هي دي السنتر اوف بتاع الدايرة، وترسم دايرة تمر بال A B و C. يبقى دي الدايرة اللي مر بال 3 points A و B و C. هناخد كوير 1، السيركل اللي باص ثرو التريانجل A B و C بيسموها سيركم سيركل، يعني الدايرة المحيطة بالتريانجل A و B و C. والتريانجل A و B و C بيسميه inscribed by circle B. يبقى A و B و C بيسموه inscribed التريانجل، والدايرة الحمراء دي بيسموها سيركم سيركل، الدايرة المحيطة. الجاية التانية ناخدها، لو عندك AB ده
ال 1 لاين اوف سيمتري وال 2 لاين اوف سيمتري وال 3 لاين اوف سيمتري، يعني بايسكت كل ضلع وعمودي عليه، بيتقابلوا في نقطه ام هي السنتر اوف سيركم سيركل اوف اللي بيمر بالتريانجل ده. الدايره المحيطه بالتريانجل ده. The perpendicular bisector of its side of triangle intersects the point which is center of circumcircle of the triangle. فينا عندنا في الحقيقة تلات حالات. لو التريانجل ده acute angle وعملت line of symmetry لل AB، يعني نصفته وعملت عليه عمود، ونصفت ال CB وعملت عليه عمود line of symmetry التاني، ونصفت ال AC وعملت عليه عمود line of symmetry التالت، هيتقابلوا في النقطة، والنقطة M دي اللي هي السيركم سيركل اوف الدايرة المحيطة اللي بتمر بالتريانجل ده هيبقى جوه المثلث. دي في حالة امتى؟ التريانجل يبقى acute، يعني زوايا اقل من 90. طب في حالة ان الانجل التريانجل رايت انجل زي ده كده، هيتقابلوا في نقطة. لو نصفت ال AB وعملت عليها عمود يعني line of symmetry، ونصفت ال AC وعملت عليها عمود بيمنديكولار يعني، ونصفت ال BC وعملت عليها عمود يعني line of symmetry بايسكت ال CB وعملت line بيمنديكولار عليه، هيتقابلوا في نقطة في ال right angle triangle في الميدل بوينت اوف هايبوتنس، لان السي بي ده الهايبوتنس المقابل للاوبزيت للانجل ايه اللي هي 90. يعني في حاله الاكيوت هيبقى جوه الام واقعه جوه المثلث سنتر اوف سيركل، في حاله اللايت انجل تريانجل واقعه في الميدل بوينت اوف هايبوتنس. طب في حاله الاوبتيوس تريانجل هو هتبقى فين؟ نصفنا وقمنا عمود لاين اوف سيمتري الاولاني، ونصفنا وقمنا لاين سيمتري التاني، ونصفنا السي بي دون لاين سيمتري التالت، هتبقى النقطه اوتسايد التريانجل. دي في حاله الاوبتيوس تريانجل. الام اللي هي السيركم سيركل الدايره المحيطه بالتريانجل في حاله الاوبتيوس تريانجل اي بي سي هتقع خارج اوتسايد التريانجل. هناخد بقى سبيشال كيس كده في حاله الايكويلاترال تريانجل، يعني المثلث المتساوي اضلاع اي بي سي، عملنا لاين اوف سيمتري الاولاني اللي هو بايسكت الاي بي وبينديكولار عليه، واللاين اوف سيمتري الثاني اللي هو بايسكت الاي سي وبينديكولار عليه، وبايسكت السي بي وبينديكولار عليه، هيتقابلوا في نقطه ام طبعا جوه انسايد الايكويلاترال تريانجل جوه المثلث المتساوي الاضلاع ايكويلاترال تريانجل. بالاضافه كده ان بايسكت اتش انجل، يعني بايسكت الانجل ايه، يعني الانجل دي ايكوال الانجل دي، وبايسكت الانجل بي اللي هو الانجل دي بتساوي الانجل دي، وبايسكت الانجل سي اللي هي الانجل دي بتساوي الانجل دي، كلهم متساويين طبعا لان هو الايكويلاترال تريانجل زوايا كلها 60. بايسكت الايد يعني دي 30 ودي 30، الانجل دي 30 والانجل دي 30 والانجل دي 30 والانجل دي 30 والانجل دي 30. ده سبيشال كيس اللي هو الايكويلاترال تريانجل. اخر ماركس في الليسون دوا، احنا ممكن نرسم دايره تمر بالريكتانجل والمستطيل والسكوير والايسوسلس ترابيزيوم، يعني ممكن ترسم دايره تمر بالفيرتكس بتاع الريكتانجل والسكوير والايسوسلس ترابيزيوم، لكن مش ممكن ترسم سيركل بيمر بالفيرتكسيس بالقوس الباريلوجرام والرامبوس والترابيزيوم بس ما يكونش ايسوسلس. نقولها تاني ملحوظة، انت ممكن ترسم سيركل يمر بالفيرتيسيس للريكتانجل وسكوير
وايزيسلس ترابيزيا. ومش ممكن ترسم دايره تمر بالفيرتيسيز بتاع باريلوجرام بتوع الاضلاع او رامبوس اللي هو المعين او ترابيزيوم بس ما يكونش ايسوسلس.